الكاتب العام للعمل النظار تحضرا الوفد المرافق العامل عدل عملة النظور تحضرا رؤساء المنظر مشاركة وزينة طبيعة الحال إلى جانب هو رقم قياسي مشاركة هو شفيق حسيني ممثل مدينة مركز قاطرة إذا نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس بطموح الذي يريد أن يصل إليه الرياض من خطاب المغفور له جلالة الملك الحركة هذا من ضعاف البصر ومن الأبطال العالميين الأبطال الآسيويين المشاركة فرحة هذا الشعب المغربي بالذكرى 14 وبعودة المغرب لمكانه الطبيعي الاتحاد هنيئا أي كيك بوكسينج وكذلك رياضة كرة القدم دل على أن ما فتح النظور وإهدى النظور أنهم يعودان للقسم الوطني القسم والقوات المساعدة وكذلك جمعيات المجتمع المدني وخص بذكر جمعية السناس التي نسقنا معها في هذه الدورة والتي تكلفت بالوفود التي زارتنا من إفريقيا وغير الإشارة فقط يتواجد معنا ضيوف شرف هذه الدورة على رأسهم السيد عبد القادر قادة وهو ابن المنطقة وطبيعة الحال هو المدرب للبطل المغربي السابق هشام القروج كان المدرب ديالو كذلك إطار تقني ذي السابق للجامعة الملكية لألعاب القوى وطبيعة الحال اللي كان عايش الفترة ديال تهوج الرياضة ألعاب القوى بالمغرب واحد الثقة حارة الأستاذ عبد القادر قادة للبات دعوة ديال التسيقية الهوى هو تسويق المنطقة يعني بهذه المناسبة كنجدد الترحاب باسمي وباسم تنسيقية فعاليات المجتمع المدني كافة الحضور الكريم وطبيعة الحال نتمنى أنه بطبيعة الحال الإشارة إلى أنه هذه النسخة تنظم بشراكة مع جماعة بني شيكر وكذلك جمعية سناس كما سلفت الذكر بالإضافة إلى يعني مجموعة من المؤسسات الأخرى التي يعني انخرطت معنا في هذه التظاهرة نقدم لهم الشكر الجزيل وكان نتمنى إن شاء الله العرس الرياضي ينتهي بنجاح والسلام عليكم العالمي أبو زعيطر سيكون يوم 29 من شهر ماي الجاري بمدينة بني أنصار إذا تحية لجميع الأندية الرياضية أيضا تحية أيضا لكافة فعاليات المجتمع المدني التي تؤثث المشهد الرياضي بطبيعة الحال صنعوا الحدث لتنسيقية فعاليات المجتمع المدني ببني شيكر وكذلك الجماعة الترابية وكذلك جمعية أزغنان لألعاب القوى وكذلك النادي الإفريقي لألعاب القوى كل فعاليات مجتمع المدني يسلم الجائزة الرابعة شكرا لكل من ساهم وايضا ساند تنسيق فعاليات المجتمع المدني لبني شيكر في المحفل الدولي الخاص شكرا ايضا للجنه التنظيميه الصاهره شكرا للعدائين صفه الدوم يعني كلجنه تنظيم لجنه هذه الملتقى السادس للسباق الوطني على الطريق في دورته العاجله السادسه في على لجنه هذه بني شيكر من غرغتين خل الملتقى يعني سواء بالتنظيم سواء بالاستقبال سواء بالاجواء العامه للمهرجان للملتقى قدام مش هنسوها
التي حاليا تشكل المركبة الإعلامية المتميزة إلى منطقة السادسة سباق الطريق يمكن تنسيق الفعالية المدنية في مجموعة الشركات وصمت الأوراق الأوروبية تحت شعار الرياضة والجسر والتنمية وحيد الشعوب الإفريقية. طبعا الحال النسخة السادسة المتميزة وهو أنه ليس حضور مجموعة الوفود مجموعة الوفود زي فرنسا وزي إسبانيا يعني من يساهمين في الإنجاز إضافة إلى مشاركة مجموعة العدائين في الدول الإفريقية كذلك مشاركة مع العدائين المغاربة يتمون تحت لواء الأندية الجد التابعة الجامعة الملكية لألعاب القوى فالحمد لله مش قوة حضور كذلك من خلال سعد جلالة عامل تكوين النظور بالإضافة إلى الوفد المرافق له وكذلك الشهر الموضوع فالحمد لله نفسي عدو مزيحة شكرني ومرة أخرى حسين قبل ذلك إيش السؤال يعني مدى الدورة السابعة إن شاء الله أطغيام الحلبة بوركيا برير ربما عبارة عن جزء أساتذية مدى إيش الأفكار مدى إيش الاقتراحات باش تقدر ما مشان نطلع مشان نغني إن شاء الله سؤال مهم إن شاء الله السباق وتا أنتوا مستقبلا هذه على شكل مهرجان تقويت مغني الشعر هذه سيري على مدار أسبوع ذي مجموعة أنشطة ندوات محاضرات معارض التواج ذي نهاية الأسبوع السباق ونتين تمنى ديري نصف ماراثون ليس 21 كيلومتر هذه دوام مرة خرغاب في الشركات بربحة حقنا وجمع الشركات غد شارك الساحلي يمتد على مدى على مدار 47 كيلومتر باش نعرف صمت قمع المؤهلات السياحية النس حقنا وكذلك جمع الشركات تسخر بشواطئ رائعة من أجمل الشواطئ في المغرب لصحة التعبير نعم كلمة أخيرة يعني كلمة يعني ساكنة من شيكار مدينة نظر سبعة السكنة بالشركة تغلد عمان خص الحضور من الغفير مش تصريم جمهور الغفير يحج المهرغة الإنسان من التظاهرة كذلك مرة الفعالية كيقليم نظر حضارة كي نغدع عمان نخص الحضور الإنسان معنويا نشكري ثن سوطاس وكذلك القرصن الموعد النغ بالنسخة السابعة يغانك يمر إن شاء الله أتري لما لا نسخة دولية. شكرا.